اهلا بكم اعزائي المشاهدين مشاهدي قناه الكرم في كل مكان برحب بكم في حلقه جديده من برنامج مع الاحداث في ضوء الكتاب المقدس بشجعك عزيزي المشاهد انك تجيب كتابك المقدس وتكمل معانا لان احنا في رحله تفسير لسفر الرؤيا وشفنا مع بعض ازاي في الحلقه الاخيره السابقه كنا بنتكلم عن الابواق واخذنا اول اربع ابواق برحب بضيف برنامجنا اللي بيستحبنا في رحله البحث في تفسير سفر الرؤيا وهو خادم الرب المبارك الاخ إفرام فخري برحب بحضرتك اهلا بيك أه هطلب من حضرتك بعد اذنك تذكر مشاهدينا بشكل سريع عن اول اربع ابواق اللي احنا تناولناهم قبل ما نكون بندخل في البوق الخامس قلنا ان الابواق تمثل المجموعه الثانيه من الضربات ال21 كانت المجموعه الاولى الخطوم السبعه وقلنا الختم السابع يقودنا إلى المجموعة الثانية اللي هي الأبواق السبعة. آه، تناولنا الأبواق الأربعة في أصحاح واحد وهو أصحاح ثمانية من سفر الرؤية باقي ثلاث أبواق. عايز أذكر إن ثلاث أبواق الأخيرة يسميهم بالويلات الثلاثة. ويل ويل ويل. ثلاث مرات. للساكنين على الارض من اجل الابواق الثلاثه الاخيره. فالويل رقم خمسه وسته وسبعه اللي هم يمثلوا البوق خمسه وسته وسبعه. يعني نقدر نقول ان البوق الخامس يمثل الويل الاول. البوق السادس يمثل الويل الثاني. البوق السابع يمثل الويل الثالث. وزي ما شفنا ان في اصح واحد اللي هو أصحاح 8 بيتكلم عن الأبواق الأربعة الأولى وسبق وإحنا تأمنا فيهم لما قلنا إن البوق الأول بيذكرنا بعوامل القضاء مرض ونار ودم واحتراق نصف الأشجار أو ثلث الأشجار وثلث العشب الأخضر وشفنا ضياع الإنسان في رخائه ومجده الزائل. البوق الثاني اضطراب عام وعدم استقرار البوك الثالث كوكب كان قد سقط وفي الغالب هو دنابي الكذاب وبالمناسبة في ثلاث كواكب سقطوا من السماء الكوكب الأول اللي هو ظهرت بنت الصبح اللي في الشعية 14 والكوكب العظيم اللي سقط في البوك الثالث وهيقابلنا كوكب كان قد سقط من السماء في البوك الخامس البوك الرابع بيتكلمنا عن جرح السيف المميت لامبراطور روما وده هيجي تفصيل عنه بعد كده و ال, ال, الويلات او الابواق الاربعه الاولى تمثل جزء من المجموعه الثانيه من الضربات وبكده بنوصل لبقيه الابواق البوق الخامس والبوق السادس في اصح تسعه من سفر الرؤيا. رائع شكرا جدا للتلخيص الرائع ده. ولو ممكن حضرتك تكلمنا باستفاضة أكتر عن البوك الخامس واللي هو الويلة الأول وده يقودنا <applause> إلى أن احنا نفتح مم. سفر الرؤية أصحاح تسعة لما بيقول ثم بوقة الملاك الخامس فرأيت كوكبا قد سقط من السماء إلى الأرض أو ممكن نقول كان قد سقط من السماء إلى الأرض مم. وهذا الكوكب هنعرف إنه يمثل شخصية شريرة فاسدة تبث كل السموم الغريبة على مستوى العالم وده إشارة إلى النبي الكذاب وأعطي مفتاح بئر الهوية ففتح بئر الهوية فصعد دخان من البئر كدخان أتون عظيم أظلمت الشمس والجو من دخان البئر ومن الدخان خرج جراد على الأرض فأعطي سلطانا كما العقارب الأرض سلطان وقيل له أن لا يضر الجراد لا يضر عشب الأرض ولا شيئا أخضر ولا شجرة ما إلا الناس فقط الذين ليس لهم ختم الله على جباههم يبقى إذن ده هنا في تأكيد ان هذا الجراد ليس جرادا حرفيا لان الجراد الحرفي يضر العشب وكل ما هو اخضر وكل شجره خضراء لكننا قيل عن الجراد الا يضر كالعاده عشب الارض ولا شيء اخضر ولا شجره ما انما يضر الناس فقط يبقى الجراد ده يرمز الى شخصيات انسانيه فاسده تتبع النبي الكذاب مم. وفي وبعدين يقول في تلك الايام سيطلب الناس الموت ولا يجدون يجدونه ويرغبون ان يموتوا فيهرب الموت منهم طبعا لما جم اعوان النبي الكذاب بقياده هذا الكوكب الذي سقط مم. وطبعا أضر بكل الناس الساكنين على الارض الناس هتشوف ايام لم تحدث مثلها منذ ابتداء الخليقه ما رناش ابدا يا واحد تاب هنا أو سلم حياته للرب فيش شيء يقود الإنسان إلى التوبة إلا النعمة مم. ومحبة الله مم. عشان كده حتى في العهد القديم في نبوة هوشع الرب لما جذب شعبه لم يجذبهم بالوعيد والتهديد مم. كنت أجذبهم بحبال البشر مم. بربط المحبة وكنت لهم كمن يرفع مم. النير عن أعناقهم ومددت إليه مطعما إياه فالرب جذب شعبه القديم اليه بالمحبه م. ولما نقرا في يوحنا 12 نلاقي ان الرب جذبنا اليه ايضا بالمحبه م. وانا ان ارتفعت عن الارض م. اي بالصليب اجذبه الي الجميع لكن دول في تلك الايام يطلبوا الناس الموت ولا يجدونه النهارده الناس بتخاف من الموت وبتقول العيشه صعبه م. بكره الناس مش هتلاقي الموت هيبقى الموت عملة صعبة نادرة مم. يموت على خدنا ما يجيلهمش الموت ويسمح الرب ببقاء هذه الشعوب الذي رفضت المسيح واحتقرت المسيح على قيد الحياة وهم في قمة العذاب الموت رحمة والموت راحة علشان كده هنا حتى لو طلب الموت يطلبون الموت ولا يجدون. يجدونه بعد كده يستطرد الكلام ويقول وشكل الجراد شبه خيل مهيئه للحرب وعلى رؤوسها كاكاليل شبه ذهب ووجوهها كوجوه الناس او وجوه الرجال وكان لها شعر كشعر النساء واسنان واسنان الاسود وجوه الناس وشعر النساء واسنانها كاسنان كاسنان الاسود عايز يقول وجوه الناس دول شخصيات آدميه حرفيا وكان لها شعر كشعر النساء المفروض ان شعر النساء بيذكرنا بخضوع المرأة وطاعتها للمسيح للكنيسة لزوجها لكن هنا شعرهم طويل زي شعر النساء يعني عايز يقولوا هم خاضعين بس خاضعين لمين لأعوان الوحش لأعوان النبي الكذاب خاضعين للشيطان فهنا اطاله الشعر مش خضوعا للرب لكن خضوعا للشيطان وطبعا دي مأساة وكانت أسنانها كأسنان الأسود تفترس كل من يصادفها وكان لها دروع كدروع من حديد صوت أجنحتها كصوت مركبات خيل كثيرة تجري إلى قتال وكان لها أذناب شبه العقارب لحظي لو دي عقارب حرفيا كان يكون عقارب لكن شبه يعني على ما يشابه يعني لدغه النا... لدغه هؤلاء العوان للناس لدغه سامه ولدغه قاتله ك... كلدغه العقارب تماما وسلطانه ان تؤذي الناس خمسه اشهر ليه خمسه اشهر الفتره الطبيعيه للجراد اللي الفتره اللي بيعيش فيها طيب لكن لكن الناس مش هتقتل اه هم حابين يموتوا آه. شو... يبقى دي... اذا هو هيحصل عذاب لكن دون قتل بالظبط زي آه. ما قلت وتاكيدا ان كده هم هيطلبوا الموت ومش لكن هي مش هيلاقوا الموت م. تمام ولها ملاك الهويه ملكا عليها هل الهويه لها ملاك اه بس ملاك شرير زي ما في ملائكه اطهار في كمان ملائكه اشرار يعني احنا بنقرا عن ابليس وملائكته م. ابليس شرير والملائكة بتاعته ملائكه اشرار واحد من الملائكه الاشرار يسمى ملاك الهويه م. اسمه بالعبرانية أبدون وله باليونانية اسم أبوليون معنى كلمة أبدون أو أبوليون معنى واحد الهلاك أو المهلك فجاب الاسم مرة باللغة العبرية وجاب الاسم مرة باللغة اليونانية عايز يقول أن هذه الضربة سوف تشمل الكل بصرف النظر عن جنسيات الناس اللي كانوا موجودين مم. الويل الواحد مضى زي ما قلت لحضرتك؟ ان الابواق الثلاثة الاخيره تسمى يعني بالويلات الثلاثه يبقى البوق الخامس وده رمز لصعوبتهم ان هم هيكونوا اصعب من اللي قبليهم اصعب من اللي قبليهم مم. آه الويل الواحد مضى مم. هو زيات ويلان ايضا بعد هذا الويلان اللي جايين دول مم. اللي هو البوق الخامس السادس والبوق السابع حضرتك قلتي ان الضربات دي كل دي شديده ده مش بس جديدة كل ضربة أشد من اللي قبلها م. يعني الضربات الواحد وعشرين ليست تكرارات يعني مش كلهم زي بعض لكن كل ضربة أشد من اللي قبلها الضربة الثانية أشد من الأولى الضربة خمستاشر أشد من الاربعتاشر الضربة الواحد وعشرين أشد من الكل لما تتوالى الضربات الناس تطلب الموت ولا تجده في حاجة كمان وفي تلك الأيام سوف يعضون على ألسنتهم من شدة الوجع ولم يتوبوا عن أعمالهم وثلاث مرات يا أختي إنجي في هذا المكان في سفر الرؤية نقرأ عن الناس وهيقابلنا الكلام ده وجدفوا على الله مم. جدفوا على إله السماء كنا متوقعين الضيق والغضب يقود الناس إلى التوبة سوف يقود الناس إلى التجديف على الله وليس من يجذب القلب للمسيح إلا محبة الله ونعمة الله، ده كان ملخص للويل الأول. رائع، حضرتك اسمح لي نطلع فاصل وبعدين نرجع ناخد البوق السادس. آه. عزيزي المشاهد خليك معنا هنطلع فاصل سريع ونرجع نكمل كلامنا والبوق آه. السادس. شكرا لمتابعتك لهذا البرنامج، إن كان لديك أي سؤال أو استفسار أو إن أردت الحصول على إحدى حلقات هذا البرنامج يمكنك الإتصال بنا على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info at كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني على www.alkarmatv.com أو راسلنا على P.O. Box 3610 Seal Beach, California 90740 حبيك عزيزي المشاهد مرة تانية بعد الفاصل وبنكمل كلامنا عن الأبواق أخ إفرايم إحنا كنا هن وقفنا عند البوق السادس بعد أن انتهينا من البوق الخامس وصلنا زي ما تفضلت وقلتي إلى البوق السادس أو الويل الثاني. وده اللي نشوفه في الجزء الثاني من سفر الرؤيا إصحاح تسعة بدءا من عدد 13 ثم بوقه الملاك السادس فسمعت صوتا واحدا من أربعة قرون مسبح الذهب الذي أمام الله قائلا للملاك السادس الذي معه البوق هنا شيء خطير جدا 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 إن بيتكلم عن مسبح اسمه مسبح الذهب أو مسبح البخور لكن الشيء الخطير أين الذبيحة؟ أين الدم المرشوش على قرون مذبح الذهب؟ يبقى هنا مذبح بدون ذبيحة ذبيحة الذبيحة على المذبح تحول المنظر إلى خير وإلى رحمة م. أرى الدم وعبر عنكم وعبر عنكم لا توجد حماية إلا في الدم أيا كان نوع الرمز لكن كون يكلمنا هنا عن مذبح بدون ذبيحة المسبح ما لهوش ذبيحة صحيح وبنذكر مشاهدينا ان الآية اللي حضرتك تفضلت وذكرتها هي آية في العهد القديم بسبب ضربة الملاك المهلك تمام ففين الذبيحة؟ آه أتار المسيح هو الذبيحة بس المسيح قدم نفسه من 2000 سنة م. على الصليب ومن هنا إذا كان مذبح بدون ذبيحة هذا يؤكد أمام كل المشاهدين اللي بيشهدوا بيشاهدون على مستوى العالم انه لا تكرار لذبيحه المسيح ولا تكرار لسفك دم المسيح قدم مره واحدة المسيح مات مره واحده لان الموت الذي ماته قد ماتوا عن الخطيه مره واحده والحياه التي يحياها فيحياها لله طيب يقول فك الاربعه الملائكه المقيدين عند النهر العظيم الفرات اشمعنا نهر الفرات <applause> نهر الفرات له مرجعيه كتابيه اول اشاره الى نهر الفرات نرى عنه في سفر التكوين اصحاح اثنين نرى هذه الكلمات الخطيره <applause> وكان نهرا يخرج من عدن ليسقي الجنه تكوين اثنين <applause> ومن هناك ينقسم فيصير اربعه رؤوس او برانشز اسم الواحد فيشون والثاني جيحون والتالت حداقل اللي هو دكله والرابع الفرات فنهر الفرات اصلا نهر قديم جدا منبعه ومنشاه في المنطقه اللي كانت فيها جنه عدن وغالبا جنه عدن كانت تقع في جنوب العراق م. بحسب تحليل التاريخ وبحسب تحليل المواقع الجغرافيه نهر الفرات بيقسم بين حقتين الشمال والجنوب او الشرق والغرب هنا بيقول فك الأربعة الملائكة المقيدين عند النهر العظيم الفرات الله هو في ملائكة مقيدين اه قال هنا في مكان مقيدين م. والرسول بطرس في رسالته الثانية قال في ملائكة مقيدين وفي رسالة يهوذا في ملائكة مقيدين وفي م... هم مقيدين ولا متجولين في فريق كده وفريق كده اصحوا واسهروا لأن إبليس خصمكم يجول ملتمسًا من يبتلع هو يبقى ابليس وملائكته متجولين لكن في مكيده ملائكه مقيدين ويبدو انهم اكثر خطرا واكثر ضررا على البشريه مم. اسمع الايه بتاعة الملائكه المقيدين سواء في بطرس الثانية اثنين او في رساله يهوذا والملائكه الذين لم يحفظوا رياستهم او تركوا مسكنهم حفظهم بقيود أبدية تحت الظلام دول فريق من الملائكة مقيدين وليسوا متجولين يبدو أنهم أشد خطرا على الناس وعلى الكرة الأرضية جه الوقت اللي فيه يا يا لخطورة الأيام السودة في هذه في هذا الوقت جه الوقت اللي فيه يفك جزء من هؤلاء الملائكة المقيدين فانفك هؤلاء الملائكة الأربعة المعدون للساعة واليوم والشهر والسنة لكي يقتلوا ثلث الناس آه يمكن حضرتك سالتيني وقلتيني مره في حلقه من الحالات ايه المقصود بالتلت م. في الثلث وفي الربع الامبراطوريه الرومانيه مقسمه الى ثلاث اقسام الـ 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 الشرق والاوسط والغرب فلما عن التلت يقصد الجزء الغربي من الامبراطوريه الرومانيه ليه ده اللي يضم معظم دول اوروبا م. ومنها ايطاليا او روما الدولة أو المملكة اللي حكمت العالم أيام صلب المسيح أو أيام مجيء المسيح. مم. لحظة لما جه المسيح لما اتولد وحصل الاكتتاب كان في عصر أغسطس قيصر. يلقى واحد واتنين. واللي أصدر قرار الصلب سياسيا ورسميا على المسيح هو بيلاطس البنطي الوالي جنسيته ايه؟ الروماني. مم. يبقى هنا روما متهمة مدانة في ذنب أمام العدالة الإلهية وروما تقع في الجزء الغربي من الإمبراطورية حبيت أقول لك يعني إيه التلت ولما يتكلم عن الربع يقصد يقول منطقة أرض فلسطين ويجي في وقته وزي ما حضرتك تفضلت وقلت قبل كده انه آه ليه آه روما لانه الرومان كان يعتبر هو كحكم سياسي هو اللي تم الحكم بالصلب من الناحيه السياسيه حتى ولو كان من الناحيه الدينيه كان الاصل عند اليهود من من ناحيه الكهنه تمام مظبوط وبعدين بقى لما انفك الاربعه الملائكه المعدون لليوم والساعه والشهر والسنه طلع بقى فرسان عبروا نهر الفرات يقول لك وعدد جيوش الفرسان 200000 الف, ألف. مم. 200 مليون. مم. وبعدين ممكن السامع او المشاهد يشك في هذا الكلام. عشان الروح القرسيين في الشك يقولك بعد كده وانا سمعت عددهم. عددهم. يعني انتم ما تشكوش ده انا مش شفت ده انا كمان سمعت. طب ليه خصيصا العدد دوت؟ هو العدد ده مش معروف له اي مدلول مم. لكن هو عايز يقول يمثل الوفره والكثره. يعني يعني ما فيش جيش في العالم جيش قوامه 200 مليون حصلش ابدا م. فان لم يكن هذا حرفيا البعض يقول لك ممكن ما يكونش انا حرفي بمجازي ماشي مدرسه تانية يعني اذا العدد الحقيقي بقى اكتر من كده يبقى الوضع اصعب ما فيش مشكله م. لكن هذا الجيش لا يقل تعداده عن 200 الف الف يعني 200 مليون سوف يعبروا نهر الفرات جايين فين جايين على منطقه الشرق الاوسط معبر النهر امتى بعد اختلاف الكنيسه ربما يسال سائل سؤال يعني هو يعني الامر محتاج الى نهر الفرات ينشف طب النهارده بالوسائل العلميه الحديثه يقدر يغيروا مجرى النهر ماشي نحن نحترم كل المدارس وكل التفاسير يعني اذا كانوا عايزين يقولوا ان مش شرط يكون ده حرفيا ماشي خليها سياسيا تذوب الفواصل السياسيه ويتفتح طريق سياسي ممر ها يصلح ان هذه الجيوش تعبر فسواء كان تنشيف نهر الفرات حرفيا او رمزيا فالفكره واحده لكي تعبر هذه الجيوش اللي جايه من الشمال الى الجنوب. أه بعد كده يقول أه ورأيت الخيل في الرؤيا والجالسين عليها لهم دروع ناريه واسمنجونية وكبريتيه هي تكون هذه الجيوش مزودة بكل أسلحة الدمار الشامل الأسلحة الحديثة منها من هذه الثلاثة قتل تلت الناس من النار والدخان والكبريت الخارجة من أفواهها فإن سلطانها هو في أفواهها وفي أذنابها لأن أذنابها شبه الحيات ولها رؤوس وبها تضر وأما بقية الناس الذين لم يقتلوا بهذه الضربات شفت زي ما قلت مم. لحضرتك لم يتوبوا عن اعمال يديهم. يديهم شايفين الضربات لا مش هنتوب شايفين الغضب لا مش هنتوب حتى لا يسجدوا للشياطين احنا قلنا قلنا في الحلقات في مم. العلامات الدينيه في السجود لمين للشيطان في عباد الشيطان الشيطان بعد اختطاف الكنيسه النهارده فيه مم. لكن بعد اختطاف الكنيسه سيزيح الروح الستار وتبقى عباده الشيطان عباده علنيه وتبقى عباده رسميه اهو وده برغبه الناس لان ربنا بياكد هنا وبيقول فلم يتوبوا عن اعمال ايديهم اذا أيوه. هم اللي مصرين ان هم مصرين التوبه بالظبط وايه الشاتين دي او الالهه الوثنيه اصنام الذهب والفضه والنحاس والحجر والخشب التي لا تستطيع ان تبصر ولا تسمع ولا تمشي وكمان ياكد ولا تابوا عن قتلهم مره تانية اهو وعن سحرهم ولا عن زناهم ولا, ولا عن سرقاتهم لاحظي موضوع الحالات احنا بنتكلم عن الاحداث في ضوء الكتاب, الكتاب المقدس. المقدس الاحداث دي النهارده باينه موجوده يعني النهارده في قتل ولا فيش. طبعا فيه. في اخطاء ادبيه ولا لا فيه. في في عباده اوثان وفي زنا وفي كل حاجه مم. موجوده النهارده بما انها موجوده النهارده يبقى انا على بداية على بداية خطيرة أنا على نهاية الطريق لكن اللي حاصل هنا في سفر الرؤية التعميم والكسرة يعني النهاردة حضرتك في نوع من القيود والضوابط م. إيه القيود والضوابط م. وجود الكنيسة وجود الروح القدس وجود القوانين ضوابط عشان كده آه شوفي الوقت المناسب عندي كلمه أوه. للمشاهد احب اقولها طيب. بالتفصيل في هذا الموضوع امين آه انا كمان لفت نظري هنا وكنت عايزه اسال عن النقطه ديت انه في ايه 18 بيقول من هذه الثلاثه قتل ثلث الناس هل برضو ذكر الثلث هنا ليه مدلول ولا الجزء مدلول؟ الغربي من الامبراطوريه الرومانيه م. اللي هو غرب اوروبا المنطقه اللي انتشر فيها نور الانجيل مره والمنطقه اللي فيها روما والتي أدينت بقضية صلب المسيح رائع طيب لو حضرتك حابب تكون بتوجه كلمة للمشاهد ممكن عايز أقول النهاردة في ضوابط في العالم احنا نشكر ربنا من أجل وجود الكنيسة ومن أجل وجود الروح القدس ومن أجل وجود الرعاة والمبشرين ومن أجل وجود القنوات الفضائية المسيحية التي تقدم الحق وتقدم المسيح كمان في حاجه بشكر ربنا عليها بشكر ربنا من اجل الحكومات ورؤساء الدول ورجال الامن ورجال الشرطه دول كلنا بنعمل مع بعض علشان نحذر الناس ضد هذه الجرائم لكن كيف تتصور عزيزي المشاهد منظر الناس بعد ان ترفع هذه الضوابط مفيش كنيسه مفيش مبشرين ما فيش رعاة، ما فيش حكومة، ما فيش قوانين، ما فيش شرطة، ما فيش أي حاجة سوف يترك العنان للإنسان لكي ينجرف في شهواته وملذاته الأمر الذي يأتي بغضب الله ودينونة الله على العالم جميل في نهاية حلقتنا بشكر حضرتك جداً وباخد من كلام حضرتك ووجه للمشاهد عزيزي المشاهد الأمر بسيط جداً بأن أنا برجع للرب بالتوبة لو أنا لسه ما قبلتش الخلاص بقول يا رب أنا بقبل عملك على الصليب أنا عاجز عن إني أقدر أخلص نفسي محتاج عملك آه ولو أنا قبلت الرب بعيش حياة التوبة عشان كده آية النهاردة اللي هنكون بنسيبها معاكم هي من مزمور 57 واحد ارحمني يا الله ارحمني لأنه بك احتمت نفسي وبظل جناحيك أحتمي إلى أن تعبر المصائب شكرا ليك عزيزي المشاهد بشجعك تتابعنا في الحلقات القادمه وهنكمل رحلتنا في تفسير سفر الرؤيا في برنامج مع الاحداث في ضوء الكتاب المقدس